ريبونديو الاخ تاعنا دونك فاروق قال لك السلام عليكم. سلام ورحمه الله خويا، مرحبا بك. دونك قال لك اخي، هل هناك علاج لنقص الاكسجين في الانسجه المخ؟ نعم يا خويا، كاينه نبته ممتازه ومجربه واللي هي الجينكو بيلوبا، بالك تعرفها بالك ما تعرفهاش، ولا تعرفها نزيد منكوراجيك باش تستخدمها، لانه مجربه باذن الله ومليحه بزاف الانسجه، مليحه بزاف الاوعيه، يعني تغذي المخ، وثاني مام الاوعيه الدقيقه هذيك يعني فيها فوائد عظيمه جدا للسيرفو تاع الانسان، فيها فوائد واحد اخرى، ولكن الكعادة تاعك انا ننكوراجيك تستخدم لو جينكو بيلوبا. ولكن ولا شيتها دي فوي يعني اوراق، لازم تشري حاجه دو بون كاليتي، تكون جديده والستوكاج تاعها يكون بطريقه صحيحه، لانه كاين بزاف ناس ما على بالهمش باللي الاعشاب عندهم طريقه التخزين، دونك اذا خزناهم بالطريقه الخاطئه لي بيان في ولا لي برينسيب اكتيف المواد اللي يكونوا لداخل راهم يروحوا. اذا استعملتوا النبته هذيك ما يكونش عندها ليسيفيكاسيتي ولا تنقص ليفيكاسيتي تاعها، ومن بعد تقولوا شربنا هذيك ولا درنا هذيك وما صرا لنا والو، يعني ما كاش تحسن. سينون جيب ان اكستري سيك ستاندارديزي يعني كوم كومبليمون، يعني تلقاو جيلول لا بوزولوجي والدوزاج باين، يعني سهله باش تستخدمها ان شاء الله. ولكن هذا سي تان كونساي، انا ما نعرفكش ما نعرفش الحاله تاعك، لا على بالك كل نبته عندها اثار جانبيه وعندها كاين حالات ما لازمش ناخذوا النبته هذه، دونك عاود سقسي وزيد سقسي. ولكن انا نقول لك من المنبر هذا لو جينكو بيلوبا مليح بزاف الحاله هذه تاعك، وربي يشافيك وربي يعاونك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.